راجل قال كمان لو عصام الحضري ايقافه هيضر منتخب مصر ده انا امسك علم واجري واجيبه عشان يلعب اذا كان تاهلنا لكاس العالم عن طريق عصام الحضري. اكثر من كده كلام ايه محترم؟ اتفضل بقى يا عصام. بعد اذنك يا شوبير، كل ده كلام قدام منظر قدام الناس. هم اول نادي في مصر النادي الاهلي، لو عايز يذبح عصام الحضري هيذبح عصام الحضري، وان شاء الله مش هيقدر يتكلم مع عصام الحضري في حاجه، وانا بقولها لك كده لان كل واحد عندك بيبص لمصلحته، وانت تعرف كده يا كابتن شوبير. انا اعرف كده ازاي؟ انت عارف كده، يعني كل واحد بيبص لمصلحته يا اخي. ما تبص لمصلحتك، هم الناس، هم الناس ما اختلفوش على مصلحتك ولا مصلحه النادي. هم من امتى شهر طلعوا موضوع الايقاف النادي الاهلي؟ وانا بقولها لك كده، وانت زي ما انت قلت عايز اذكر شويه، انت دلوقتي عامل استطلاع ان عصام الحضري يلعب منتخب مصر ولا ما يلعبش، هيلعب منتخب مصر لان ما فيش حد يقدر يقول اللي هو اللي يقول الكابتن حسن شحاته، ما فيش حد يقول. وهلعب لمنتخب مصر غصب عن التخين. التخين اللي هو مين؟ اي حد في مصر. اه الحمد لله والشكر لله. بالتوفيق يا كابتن عصام الحضري. بالتوفيق يا كابتن عصام، كل واحد يحط السيف وما يتكلمش كتير. لا مش انت اللي هتقول. لا ما انا بقولكش. لا يا كابتن عصام، لا مش انت اللي هتقول. لا لا مش يا كابتن عصام، يا كابتن عصام. لا لا يا كابتن عصام، شكرا. لا شكرا جزيلا كابتن عصام الحضري. لا 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 ما ينفعش حد يقول كل واحد يحط السيف بقه. لا هنا الجمهور يقول وانا اقول والكابتن عادل القاعي يقول. لا ما ينفع. لا يا كابتن اسمح لي، خليني اتوقف. لا 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 اتوقف 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 بشده كمان. لا 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 في لا في في حوار، ولما يكون عندي ضيف ايا كان، لو ضيف صغير فملك الضيف يكون الكابتن عادل القاعي، او انا بقدم برنامج، او احترامي للساده المشاهدين. لا في اصول انا لا اتخطاها في الحوار ابدا، قد اختلف وقد اتفق. بالعكس انا وقفت جنب عصام الحضري ان انا بقول ده مهمتنا عشان منتخبنا الوطني، لكن لا في اصول في الحوار وانا ابدا لا يمكنني ان اتجاوزها. بعتذر لك كابتن عادل اذا كان لا مفيش. انا مش متضايق، انا شخصيا مش متضايق. اتفضل. لا والله مش متضايق ولن اتوقف عند هذا الامر كثير، لانه يبدو ان حد حكى له ان في حاجه ضايقته. دي المشكله دايما قالوا له. خلينا لان طبعا ما حدش احنا يعني بنتكلم في واقعه وحكيتها كما حدثت يعني. نعم. فدي ودي ما كانش مقصوده يعني. انت فجرت سؤال وانا جاوبت. الكلام جاب بعضه يعني. خلينا نرجع تاني للجانب.